السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا نجري هذه المقابلة مع الحاج عبد الرحمن محمد جوهر أبو ممدوح، وهذا الجزء هو الجزء التاسع من هذه المقابلة. حجي، أنتوا كنتوا رحتوا على المخفر حتى تأخذوا إذنهم في الرحيل؟ أعطوكوا إذن؟ جينا على المخفر. نعم. يساوي شاي، قلت له ساوي شاي. قال الويش وين ظهر؟ قلت بعدين أسولف. ساوي شاي. أنا بس أركب البريج، تعرف أنت وين ظالين؟ قال لي لا. قلت له احنا حسينا أرض للمخيم. أنا نرحل. شو أنت تشتغل على عادلك ولا شيء؟ طيب المخيم ثابت هذا. أحوز صار، الحوز صار، مواسير مددات وتشربوا مية. قلت له واحد جنسي انت بلا ما سكرت الخيمة عليك تعرف تغدى؟ كيف يعني؟ قال يا عمي ممنوع، روح اتأمر ان بالرحيل وراح من هيك يم طب لزقة. قلت له طب لزقة يما معانا نفس يا عمي احنا. نعم معانا نفس ايام، ما في فدائية، صاروا انفسنا غير مصارت الفدائية ولا صار لنا عجلة، لأن مصارت الفدائية وتحاربت الجيش وقع. يعني قلت والله عمر الفلسطيني ما نوش الصباح من العبدريين، لكن سلامة الملك، الملك اللي نفع. ما هم رحلتوا عمي؟ قال لا عاتقك. قلت لا عاتقك. قال لي ليش؟ كيف عادل؟ روح هات الأمر. قلت شغل تلفونك أنت، قل له مخيم وديرها للمصرف، يا مصرفية للمصرف، قل له المخيم وديرها وشوف شو يقول له. قل له ما قال له يا سيدي، ما قال له، قلت له لا تقول له عندي ناس المخيم يطرونا يخرب السيجة. أما نقول له المخيم الديرة مصمم على الرحيل، حشمها. قال ممنوع الرحيل، أنا الليلة هذه أودي لك مفردة. قال ما في غير إحنا أربعة، شو يساوي المخيم ولا إشي. قال الليلة أودي لك مفردة، ما ودى. الصبح أنا جبت تركتر والله رحلت أنا ومحمد عامر كلها أهملت، اقترب وراي انا نازل نصهم يعني قريبنا مسايبين كلهم مقطرين وراي. والله عبد الله هذا انه تركتر كمان قرون له، محمد وراي وهذاك وراه وعمه وراه وعمه وراه وعيال عمه، كنا قطره واحده. واللي يجي من هان واللي يجي من هان لبح 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 ولبحوا لي قالوا وحجزوني. قلت انا انزل عندكم أبان أشير يزلو. إيه ما ودى مفرزة. قال أنت ليش حولت؟ قلت ما أنت قلت تطيح؟ قلت تطيح. قال لي يا عمي حل عني خلاص مخيم رحل. هو قال في التلفون رحل ما أقضب أقضب تنزلنا بعدين رحلوا المخيم. بالنهار يا عمي يكثر حوالي 50 واحد، ما بصير هذه تجيها. نعم رحلوا من المخيم هناك. طيب عمي في هالاثناء لما رحلتوا على مخيم الحصن رحلتوا خيام؟ خيام. طولت هذه الخيام؟ اي طولت هناك بالغور خيم وهان خيم ومخيم الحصن خيام. خيم. طيب كم سنه ظلتكم في الخيام؟ 3-4 سنين؟ ثلاث أربع سنين؟ لا أنا ما قعدت هناك أربع سنين. الحرم الطواب سهان. أوين؟ هان. أمخيم سوف. أمخيم سوف. صاروا يجوني هناك. أنا مديون معاي ثلاث خيام. خيمة الديوان، وخيمة لعيال كانوا صغار، وخيمة عاملين مطبخ. حتى أمزعموا. مطبخ. وخيمة لعيال وخيمة استلمت هذه ديوان ومدي منين والله بصمرتين. أنا عند عرب بصمرتين نزلت هان تحت
امدي منين وصوشتين عندي راحت ممدوح تملي ميه. قاعد من هو عندي من عيال بالحماره اللي هو حمد حمدنا هذا قام قاعد وهالجرات واخت ما في كلنا صغار خوات هالجرات من يد هذه من يد هذه وهالزلمه دب الصياحه بس يا جماعه تسمحون تلحق هالمره بس في لفت انسطح هذا لهجت ثم لهجت وقول انه يجي مي السطر والله اللي قدامه وصار لاكثر من ساعه وين سطر ايش قالت لي هذا يوم تناولته ومليت حطيته على راسي ظلت مروح لما جيت من ما في زلام ظلت ببالي شنو الطلاب قالوا كيفين نازلين على راس عين في العين هان كان نازلين على راس عين لا روح يملي ولا روح لما نشرب والله يا رب ينجيب مثل الثلج هون في مخيم سوف مخيم سوف طيب لقيتوا هون خيم ولا خيم 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 كله خيم طيب وكيف كان بالنسبة للشتاء يا حجي الشتاء شو كيف كان وضع المخيم بالشتاء عادي ومخيم الحصن كيف كان وضعه بالشتاء عادي والله ما في طين مطين برد ايه طين مهر الركبة كيف طيب والبركيات بنوا لكم هون ولا بركيات لا شو بنوا لكم هون صلى على النبي اللهم صل على محمد في بركيات حمر نعم بالجالها وفي بركيات غاد عند عجاجره في الجال الثاني ولا بركيات زيف نعم جيت انا خليت بركيات زيف عند واحد شركت وياه بالمزرعه جيران يعني جاري طلع وانه سافر يستمعي امر عنده سافله ما يمون عليها طلعت انا واني انا نص حريم ما هو زلام ما في لي زلام جيران كله حريم كل نهار بدي اقضي إيه؟ يوم انا قاعد انا وشريكي ورا بعد نفطر ونشوف شو نسوي ونمتوهاش جاية سلام أهلا وسهلا يا ستار في ما في قالت لي ما فيش لا في الزلمة قاعد قالت لي الطريقة كذا كذا أم فريد هذا أبو فريد بشريك يقولوا له الجعيدي هذا من شو اسمه هذه هذه نفطر عليها من بلد المهم عنده أولاد أكبر من أولادنا كل ما يطعم أولاد من هالدار يكثوهم كل ما عودة من فغارة يا أم فريد نبع عليه الشكل هو زلم قال لا أنا ما نبع عليهم روح كتريهم أنا أصير أكبر ورا أولاد وأسب عليهم ومسخوني بسط الناس قلت لا لا والله يم شفت انا وياها من غاد جاي هم لهجنا هان جوز امره قال يقول لي ممدوح على كل حال الساعه نقعد فاطمه وممدوح وشوف علي من احد لا تزعل قلت له عموه قلت انا اعرف مرتك قال لا قلت انا ما انا قاضي حريم مرتك لا تعرفني ولا اعرفك أنا حاسب اللي يعني تخليني قابل حريم لا لا كل من يعرف فرس عمره أبدا تعرف فرسك وأنا أعرف فرسك لو بدي أشوف زقمك ولا أشوفه يم في واحد هنا يقولون سالم أبو سيف كان عندنا قبل بالزراعة يسوق تركتر والساعة ساقي تركتر الواحد من جرس تركسي روسي سالم قال تير له وروق محطة طرول له يوم ورح شفت الدار فاتحة ورحلت رحلت منها المزرعة الدور طابش برضو
أخيان بعدهن عندي الثلاثة، راحت روحتهم وجبتهم عندي. راحت الدار يا سيدي، استولى عليها واحد وخذها، صويت أنا من دار. يوم لزمت الدار هانا جيتها وإن الدار ما استولى عليها، ما حكيت ولا حكيت اللي فيها ولا سألته. الواحد هذا المدير يقولوا له أبو وضاح، هذا عباس من عباسية والله وروح عليه، وإنه يقول لي أنت منين؟ قلت له أنا منها أستلم طهينها معي كرت نازل. قال لي لا يمكن، أنا ما شفتك. كان هام طاهر مسمار اللي عندنا غاد، أنت قبل من هنا كان لقيته جدام هان. ومع رحلتي أنا غاد لقيت هذا عمره ما شافني ولا شفته. قال لي لا يمكن، جيب لي ورقة رسمية من الوزارة. إيه يا أبو الله يا سيدي، قال لي لا يمكن أنا ما شفتك. زهرت أنا وياه وديت له أول جاء وجهه مخيم، وثاني جاء وما قبل، ثالث جاء والله ما قبل. لما ما قبل الثلاث جهات طيب، يوم قلت بدي صابح ومصابح تطعم فطور، إذا ما صرت أجي يا مراد أرد السلام مع اللي موجودين. اطلعت انه يرفع شفه عن شفه ولا ما يرفع، زعلان الزلمه كثير. طيب ما اعرف، يوم رحت نهار سرت سر ولا بست وراحت. السلام عليكم السلام اهل محمد موجودين. قلت ابو الله انا وديت لك ثلاث جهات، وقول هذا الزلمه ما اعرف وكسفتهم والله يا بعيد غير آخر الدار اللي معاي رقم الدار هذه، الدار للزلمة هذا اللي لقاك المؤذن وكان حامل مسجل اسمه. أيوة دون اسم حمد. أيوة دون اسم. المهم يا سيدي قلت له إياها، قال لا يمكن. قلت له اليوم وديت ثلاث جهاتك وسفتهن، يماني الله يكسفك. والله مشي من يميني هذه، قال من ذراعي. قال قلت له يا خد غصبا عنك، اليوم غصبا عنك. قال احمد ما بخيلك اركب مليح. ضليت نهج عمان، قعدت انا وواحد جيت عليه سلام اهلا وسهلا، سلمنا بعضنا وبعدنا كيف حالك يا مولد؟ أهلا وسهلا. الطريقة أنا جاية الطريقة واحد اثنين ثلاثة. قال أبو وضاح قلتها كويس والله ما زل عليك إن شاء الله. في بكيت عنده خالص دخان من المعطة اللي جيت. قال والله ما أودي له ورقة حتى لأنه ما يستاهل. قضبها بكيت شلوه من هان والله ما زل عليك، شلوه من هان شلوه من هان طلعت له من النص كتب كلمتين ولا حبيت. سلام شكرا مع السلامة. قلت بدي صباح وصباح برضه، جيت أنا قبل الظهر لكن بدي صباح وصباح ووري خيلي أعمل ما بخيلك أركب، ودي أوريه إنه أنا ركبت وجبت وجبت إن شاء الله. والله الصبح صبحت الصباح بدري المبيه، ما قلت له سلام ولا كلام، لقيته من حاله. قلت الورقة وهو قاعد ورا الطاولة وأنا مهان، حطيتها قدامه على الطاولة، قمع عليها قام مد إيده عليها
اللي قال منين تعرفه؟ قلت مش شغلك، هذه مردودة عليك مش شغلك. في دار ولا شيء، في عنده واحد يقولوا له المغربي أبو علي الله يرحمه توفى، هذا للنمر، هذا للنمر. قال له قلت له في دار ولا شيء؟ قال أبو علي روح هات النمرة، النمرة ما هي بجيب تسأل شهر ونقول لك هذا النمرة. قلت إذا النمرة ما هي معاي، صار لي شهر وأنا طارق وبجهات ووجهات وعارف النمرة لنا معاي، منين يجيبها؟ قال روح يجيب من الدار، روح هات. ألفها قعد جابها ولفها، قام اسم الرجال وحط حطه باسمي، وهذا احنا فيها يا سيدي. طيب عم رجعت إيش على عرب الخنزير من ما طلعت منها؟ وين؟ ما رجعت على عرب الخنزير ما زرتها؟ إيه وين أزورها؟ وين بدي أروحها؟ ما في حدا. ما ظل منها شيء يا عمي ها؟ لا لا. طيب أنت عمي مسجل في سجلات وكالة الغوث؟ ها؟ هون ما إلكوا جمعية أو ديوان عرب الخنزير أهالي عرب الخنزير؟ لا لا. كل واحد ديوان بيته. كل واحد ديوان بيته. طيب عمي صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار رقم 194. هذا القرار أقر بحقك بالعودة إلى ديارك واسترداد ممتلكاتك وتعويضك عن معاناتك. إذا صحت لك فرصة ترجع على عرب الخنزير ترجع ولا ما ترجع؟ يا ريت والله أروح أنا وأمي أخمض عيوني وأقول لي روح. ابدا. اه والله. طيب حتى في ظل وجود الدوله الصهيونيه ممكن ترجع عمي؟ والدوله حتى في ظل الاحتلال الاسرائيلي؟ لا لا والله ما ارجع لو الاسرائيلي. اما اذا راح الاحتلال بترجع؟ اي برجع. شيف كنا نرجع يا زلمه. طب هل عمي بتقبل التعويض ولا بترفضه؟ تعويض عن الارض تقبل ولا بترفض التعويض حجي؟ والله احنا ورا بعضنا ما أدري. لا أنت شخصيا يا حجي. شخصيا؟ شخصيا. شخصيا أنا فرحان أروح أبيع، إذا بدي أبيع وأخذ تعويض ما لي ملك ولا لا؟ ما لك ملك ولا لي مسكن. طيب عمي يعني بعد هالسنين بعد 63 عام من التشرد وال بتعتقد إنه والشتات، تعتقد أن المجتمع الدولي بتحمل مسؤولية اللي صار معك واللي صار مع الشعب الفلسطيني؟ إيش؟ المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليات أو تحمل مسؤوليات خلال الفترة الماضية، خلال فترة 63 سنة من الاحتلال، أوروبا والغرب هل تحملوا مسؤولياتهم تجاهك وتجاه الفلسطينيين يا حجي؟ والله هذه على أرضنا. أمريكا وبريطانيا وهالمجتمع الدولي ما هي ضدي يا زلمة. أمريكا وبريطانيا نعم بريطانيا دولة سياسية تضحك على العالم كله. طيب يا حجي احنا في نهاية هذا اللقاء أنا وزملائي في فلسطين في الذاكرة بنتقدم من حضرتك بجزيل الشكر وعظيم الامتنان على الضيافة والكرم الطيب، وأيضا يعني احنا بنشكرك على المعلومات القيمة اللي حضرتك زودتنا فيها، وإن شاء الله أنها تكون في ميزان حسناتك وإن شاء الله تكون مفيدة للأجيال القادمة وأيضا تكون مفيدة للباحثين والدارسين. وشكرا جزيلا عمي أبو لا شكرا على ممدوح لا شكرا على واجبي. حياك الله.